ريكوردينج. اوكي طيب، صباح الخير جميعا كمان مره. ريكوردينج هيا رجع. نرجع اليوم نكمل مواضيعنا، وان شاء الله تكونوا زبطتوا في امتحان الهيستولوجي. الاشياء اللي رايحين نحكيها شغلات عامه وجنرال وبسيطه، ونكمل في المسلز اللي احنا بلشنا فيها من اول. بتتذكروا هدول التو مسلز اللي حكيناهم الانر هيب، بس بدنا نذكرهم اسامي، اللي هي الاليوسوس اللي جايه وعامله انسيرشن في الليستر التروكانتر تبعت الفيمر، وهان الفيمور الهيد وهان الفيمور النيك وهان الجريتر التروكانتر. بعدين مشينا شويه في الماده وحكينا على الجلوتيال مسلز اللي جايات بوستيريورلي، اللي فيهن ماكسيمس وميدياس ومينيمس. بعدين حكينا على عضلة الديفورمس ماسل اللي كلنا تحتيها بمر السيتك نيرف. بعدين حكينا على الشورت اكسترنال روتيترز او الهوريزونتال روتيترز اللي هم الاربع ماسلز، الاوبتريتر انترنس وفوقيها وتحتيها بيجي السوبيريور والانفيريور جميلس، وتحتيهم العضلة المربعة اللي بتسكر لنا السبيس سميناها كوادريتس فيموريس ماسل. بعدين رحنا اكثر وحكينا كيف العضله لها وايد سبريد سيرفيس اريا، وكيف بتنتشر على الجريتر تروكانتر، وكيف عندنا الانتيريور فايبرز بيشتغلن غير عن البوستيرير فايبرز بالجلوتياس مينيمس وميدياس، وحكينا برضو كيف الجلوتياس ماكسيمس السوبيريور فايبرز بيشتغلن غير عن الانفيريور فايبرز، انه الانفيريور هذا بيعمل لنا ادكشن، السوبيريور بيعمل ابدكشن، وهذا الحكي كله ميكانيكس بيعتمد على وين الانسيرشن لهذه العضلات جايه. بعدين مشينا اكثر ورحنا حكينا على الادكتر جروب اوف ماسلز اللي بيميزها انه معظمهم بيغذيه النيرف سميناه الاوبتريتر نيرف، باستثناء نص عضله الماجنس ونص عضله البكتين. وحكينا الادكتر ماجنس إلها تو هيدز، جزء منها فليشي بارت وجزء منها تندنس بارت. فليشي بارت انه لحم والتندنس بارت انه تندن، بيعمل انسيرشن على الادكتر تيوبيركل. وحكينا انه العضله الوحيده منهن اللي بتعمل لنا كروسنج للني جوينت سميناها الجراسيلس مسل. بعدين حكينا على الانتيريور ثاي مسلز، حكينا على السارتوريوس اللي هي بتكون امبورتنت لاند مارك لانه السوبرفيشال فيمورال ارتري بمر تحتيها. وبعدين حكينا على عضله الكوادريسبس فيموريس مسل اللي بتتكون من اربع كومبوننتس، من اربع مسل حكينا، من اربع مسل يس صحيح. وحكينا هذه العضله كيف عندنا تو هيدز، الستريت هيد والريفلكتد هيد اللي جايات من الريكتس فيموريس، وكيف في الفاستس ميدياليس ولاتيراليس وانتر ميدياس، وبيغذيهن كلنا كلهن الفيمورال نيرف. بعدين اجينا للبوستيريور ثاي ماسلز. خليكم معي بس دقيقتين ثلاثه.
خد راحتك يا دكتور.
دكتور انت معنا؟ ايه معكم، بس خليكي ثواني معي، انا هيني معكم دكتور. هاي دكتور، بس بدي احكي لك شيء. صوتية سلمى مستعجلة، صفر. طلع ماخدين حضور ولا مش عارفة؟ كنت ولا ما شو اسمه، كنت داخلة على الكود الثاني. ماخدين حضور؟ لا لا، ما اخذوا صور. صور عشان الأول اللي اجى اول. بس بقى احنا دخلنا بعد دقيقتين. رجعت معكم، كيفكم؟ دكتور ماخذ حضور؟ ماخذ حضور؟ بس انا مش طيب. دخلنا بعد دقيقتين، كنا بالامتحان. يعني بالضبط. انا اللي قال كنا في الامتحان. انا وعد. مين؟ وعد وسلمى. وعد وسلمى الامتحان خلص 11:40 دقيقة. الكذب حرام. دكتور احكي لك. لا دكتور ما كان معنا 10 دقائق ندخل. كان معنا 10 دقائق زيادة. طيب 10:50 صارت. دكتور وبعدين هلا بلاش نكرر 10 دقائق. كنت استنى دكتور 10 دقائق صدمة والله. الموضوع مش بس موضوع الامتحان، موضوع بعدد. أن الصورة موجودة عندي، يعني أنت أخذت سكرين شوت موجود فيها، أخذته على الـ 11:05، فمشان هيك يعني 5 دقائق أنا فيكم تكونوا داخلين. دكتور أنا دخلت على الكود الثاني عشان هيك، بعدين بعتوا بيحكوا لقى في كود ثاني فدخلت عليه طوالي، كان عندي على الإكلاس كود ثاني اللي من 11 وهذا داخله، يعني مش مني طلع الغلط. ماشي مش مشكلة، تكلاكيش. عد العضلات من الأربعة الموجودة يا سلمى، اكريهن الأربع عضلات. دكتور أنا عضلات السميتين داخلة، هاي محاضرة المرة الماضية مش جديدة، يعني سميتين دس والبسبس والبسبس فيمرس والبسبس فيمرس لونج هيد والسيمي ميمبرينز. هدول شو اسم انت بالعام دكتور؟ ايوه مع الزهايمر انا. دكتور هذا لك من الكرة. ايوه بالضبط زي ما حكيت. تلين عشان امي اجنبيه انا. طيب تولين اقرأي لنا ياهن. يا الله صار ساعة بحكي يا رب ما يسألني. طب خلص مش سألك الدنيا رمضان. العضلات هدول اللي هم بسميناهم هامسترينج ماسلز، ماشي الحال؟ جاوبتك صح معناها. نعم ماشي اوكي. هامسترينج ماسلز هن أربع عضلات موجودة. الأربع عضلات اللي موجودة واحدة منهن اسمها سيمي تندينوسس، واحدة سيمي ميمبرينوسس، بعدين نيجي على البايسبس فيموريس، وبعدين عندنا البوبليتياس. وحكينا انه البوبليتياس يعني جاية حوالين النيه، بتعمل استابيلايزيشن، بتكون انترا ارتيكولار. وهذه العضلة لما بنيجي نحكي على العضلات هلا تبعات الليج بنشوف انه اسمها احيانا برد مع عضلات الليج. وهاي العضلة يعني مش مهم وين تعتبروها، المهم انه تعرفوا ان البوبليتياس تندون هو من التندونز اللي بتعمل استابيلايزيشن للموفمنت تبعت الني. بعدين حكينا شوية على النيرف اللي بغذيهن، وحكينا انه النيرف هو عبارة عن جزء من السياتيك اسمه التيبيال، زي ما هو الراديال بالأبر لمب بغطي كل البوستيريور. وحكينا بعدين انه الاونلي الشورت هيد اوف بايسبس فيموريس هو اللي بيغذيه جزء من السياتيك اسمه كومون بيرونيال نيرف. وهيك كانت نهايه محاضرتنا الماضيه. واليوم بدنا نبلش بالمسلز تبعات الليج. لما بدنا نحكي على المسلز تبعات الليج usually احنا بنحكي على 3 compartments. في عنا anterior compartment، وفي عنا lateral compartment، وفي عنا posterior compartment. ال anterior compartment تبعت الليج، اذا بتتذكروا النيرف اللي فرجيتكم اياه اول المحاضرات، السياتيك كيف لما كان جاي posterior
هذا السيتك انقسم لقسمين، قسم منه راح ضل ورا سميناه التيبيال، وقسم أجا حوالين النيك أوف فيبيولا سميناه الكومون فيبيولار نيرف. والكومون فيبيولار نيرف هو الناس بسموه كومون بيرونيال نيرف، بنقسم لتو نيرفز، واحد منه ديب بيرونيال وواحد منه سوبرفيشيال بيرونيال. ماشي، ديب سوبرفيشيال. السوبرفيشيال لاحظوا انه بيجي لاترالي، بيغذي اللاترال كومبارتمنت، والديب بيجي انتيريورلي، بيغذي الانتيريور كومبارتمنت. فالعضلات اللي احنا شايفينهن على الليج حاليا هدول فور ماسلز، الفور ماسلز هدول كلياتهن بيجين تغذية تبعتهن من الديب فيبيولر، وبيكون عاملات انتيريور جروب. ولما بيعملن كونتراكتشر يوجوالي بالعاده بيرجعن الاصابع والانكل لورا، بيعملن دورسي فليكشن، دورسي فليكشن بيرجعن كل الانكل والاصابع لورا. اول عضله فيهن اسمها تيبيالس انتيريور، بتيجي من الابر تو ثيرز تبعات التيبيا، وبتعمل لنا انسيرشن على الميديال بلانتر سيرفيس والميديال كونيفورم، وبتلف تحت الرجل بتوصل للبيز تبعت الفيرست ميتاتارسل. هلا رح نشوف صور نفهمها اكثر. العضله الثانيه بتيجي عند البيج تو، البيج تو باللاتيني اسمه هالوكس، وبالتالي هي بتعمل له اكستنشن، بترجعه لورا، فاسمها اكستنسور هالوسيز لونجس. العضلة الثالثة بتمسك الدورسال اسبكت للفالنجز من التوز السكند through the fifth، وهي مهمة انه نعرف من الثاني للخامس، لانه اذا احنا مثلا في الامتحان جبنا لكم اياها انه والله الاكستنسور ديجيتورم تبعت الفوت ماسكة الفايف all the toes، الجواب غلط، لانه البيج تو زي الثمب له عضلات منفصلة مستقلة لحالها. بعدين العضلة الرابعة عندنا البيرونياس تورشوس، اللي هي العضلة الصغيرة اللي ماسكة على البيز تبعت الفيث ميتا تارسل، الميتا كاربل بالإيد، والميتا تارسل هدول أسماء العظم اللي بالفوت. نرجع بنذكر، هاد العظمة الكبيرة اسمها تيبيا، العظمة الصغيرة اسمها فيبيولا. هلأ أنا رح أرجع عيد كل الحكي اللي حكيته. العظمة اللي تحت في الأنكل اسمها تيلس، تيلس. مشان هيك إحنا لما بنسميه تيلو كرورال جوينت اللي هو الأنكل جوينت، لما بنحكي على السب تيلر جوينت يعني الجوينت اللي جاي تحت التيلس اللي هو ما بين الكالكينيوس والتيلس. اتطلعوا كيف العضلات شكلهم بيكون. نبلش في التيبيالس انتيريور اللي حكينا انها بتنزل وبتيجي على الميديال اسبكت، تعمل لنا انسيرشن للكيونيفورم، وحكينا انها بتلف وبتيجي على البيز تبعت السكند تبعت الفيرست ميتاكاربل، يعني نازلة وجاي عليه من القاعدة. هذا احنا بنحكي عمالنا على الانتيريور كومبارتمنت. اللاترال كومبارتمنت فيها تو مسلز، واحدة منهن اسمها بيرونياس لونجس او فيبيلاريس لونجس، وواحدة اسمها بيرونياس بريفيس. البيرونياس بريفيس زي التورشوس، بتيجي على البيز تبعت الفيث ميتا تارسل التيوبروسيتي تبعتها، بس البيرونياس لونجس اللي هي في اللاترال كومبارتمنت بتنزل تحت في الجروف، وبتضل عامله ديكاسيشن، بتلف كل الفوت، وبتعمل انسيرشن على البيز للفيرست ميتا تارسل والميديال كينيفورم، يعني هذه الفوت كاني بتطلع عليها انا من تحت. نرجع نعيد كمان مره، احنا حكينا انه في عندنا 3 compartments في الليج: anterior compartment, lateral compartment, posterior compartment. ال anterior compartment فيها 4 muscles، ال lateral compartment فيها 2 muscles. السياتيك نيرف بيعمل لنا division قبل ما يفوت على البوبليتيا الفصة الموجودة وراء، وبيجيب لنا هون نيرف اسمه common peroneal أو common fibular. ال common peroneal أو ال common fibular بنقسم ل 2 divisions، واحد superficial branch وواحد deep branch. السوبرفيشال برانش بغذي اللاترال كومبارتمنت اللي حكينا فيها تو ماسلز اللي هم البيرونياس لونجس والبيرونياس بريفيس، هدول العضلتين لاترال كومبارتمنت، مشان هيك الصوره جانبيه. الانتيريور كومبارتمنت فيها 4 ماسلز. العضله الاولى تيبيالس انتيريور،
العضلة الثانية extensor hallucis longus، العضلة الثالثة extensor digitorum longus، والعضلة الرابعة برونيس تيرشوس. مش مبينة بالصورة هنا، مبينة بالرسمة هاي رقم أربعة، الفيبيولاريس تيرشوس أو البرونيس تيرشوس. النيرف اللي بيغذي الانتيريور كومبارتمنت، حكينا انه الديب بيرونيال لاترال كومبارتمنت سوبرفيشال بيرونيال، والعضلات تبعات الانتيريور ليج كلياتهم بيشتغلن على الاكستنشن للفوت او للتوز، يعني بخلين الانكل يتحرك لورا لما بنرفع رجلنا لورا. مشان هيك في ناس هدول لما بنضربوا رصاصة مثلا، هذه اليهود كتير بتخوا على هاي المنطقة حتى بالمطاط، مثلا بكسر العظمة أو بضرب العصب، بنلاقي إنه بصير عندنا فراكتشر في هذا الأريا، وبضربوا البيرونيال نيرف، وبالتالي بصير عندهم هدول الشباب دروب فوت، بنلاقي إنه بطل يقدر يعمل دورسي فليكشن للفوت. طيب بدنا هلا نفوت فيهن عضلة عضلة. أبرار أبو الريش، صباح الخير. صباح النور دكتور، كيف صحتك اليوم؟ الحمد لله. طيب تكرير العضلة الأولى بس يا أنوار. أنا أبرار، أبرار سوري، أنا عمالي بطلع على اسم نور الخطيب بسألها بعديكي، فمشان هيك دخلت أنوار وأبرار في بعض. تمام. اللي هي عضلة التبيالس أنتيريور. يس إكسلنت، أحكي عنها؟ يس. الانسيرشن تبعها لوين تيجي؟ الانسيرشن تبعها بيجي على الميديال والبلانتر سيرفيس اوف ذا ميديال كيونيفورم. الكيونيفورم اللي هي قبل الفيرست ليتا تارسل، هيها الكيونيفورم. كملي. وهي الاكشن تبعها انه هي بدها تعمل فليكشن، يعني دورسي فليكشن اللي هو اكستنشن حقيقة الفوت، لأنها بتخربط الناس. كيف انت هلا تخربشتي فيها؟ فهي كانت فليكشن واكستنشن تخربط الناس، فمشان ما يتخربطوا صرنا نحكي دورسي فليكشن اللي هي عمليا تساوي اكستنشن. ماشي الحال؟ بالنسبة للتيلو كرورال جوينت اللي هو الانكل جوينت، وبالنسبة للسب تيلر جوينت شو بتعمل له؟ السوباينيشن. السوباينيشن الانفيرجن، الانفيرجن يعني انها الفوت بتلف لجوا، الكعب كله بلف لجوا. وشو النيرف اللي بيغذيها؟ اللي هو الديب فيبيولار نيرف. Thank you very much. نور الخطيب، صباح الخير. صباح النور دكتور. رأينا عن العضلة الثانية. الإكستنسر لونجاس. عنا الأوريجن. إيه؟ إكستنسر إيش لونجاس؟ ديجيتورم. إكسلنت، خلاص بديش أكتر من هيك. ساندنجو. نعم دكتور. شو النيرف اللي بيغذي العضلة الإكستنسر ديجيتورم؟ الديب فيبيولار نيرف. الديب فيبيولار او الديب بيرونيال. اكسلنت. تالا ابو زنيد، صباح الخير. صباح النور دكتور. وين الانسيرشن للعضله الاكستنسور ديجيتورم؟ ايش وين؟ يعني وين بتعمل؟ الديب فيبيولار. في وين؟ هي الديب فيبيولار. ايش وين؟ هذا النيرف اللي بغذيها. أما وين الانسيرشن تبعتها؟ وين هي؟ الانسيرشن by four slips to the dorsal aponeurosis of the second through fifth tooth. من الإصبع، من الإصبع الثاني للخامس. الأول مش داخل معهم، دائما اتذكروا هذه المعلومة. وفاء غنام، صباح الخير. صباح النور دكتور. شو النيرف اللي بغذيها؟ defibrillar nerve. ثائر، صباح الخير. ثائر جفال، ثائر معكم بالدفعة ولا لا؟ أي دكتور معنا. نايم شكله؟ هايو كتب على الشات يا دكتور. مقبول الشات، حكيتكم المرة الماضية ما عندوش مايكروفون يشتري مايكروفون، ماليش دخل، بعرفش بجوز أخوه صغير قاعد بكتب له. ما علينا. ثائر، ما احنا اتفقنا من زمان على موضوع المايك، هاي حليناها قبل 5 أسابيع يا زلمة. يلا افتح المايك، دبر لك مايك من حدا. على تليفونك تحضر ولا وين تحضر يا ثائر؟ كمل طباعة يا زلمة، انا قاعد بتطلع عليك. طب اكتب لي
العضلة الإكستنسور ديجيتورم لونجس شو النيرف اللي بغذيها؟ بديش الديب فيبيلر، بدي الاسم الثاني له. شايف يا ثائر؟ وانا مش عارف مين ثائر الماي. هيك ما برضو يعني حاولت اساعدك، بدكش تساعد حالك. طب غششوا الله يقطعكم يهود انتو. حدا كله بيرونيال. هلا جايت كله. ملك يا ملك صباح الخير. ملك البسط. صباح النور دكتور. معك دكتور صباح النور. اكرين لهاي العضلة. الاكستنسر. ايش هاي؟ الاكستنسر هاليكاس لونجس. جزء منكم تتعلموا القراءه يعني، جزء منكم تعرفوا الاسامي، تتعودوا على البرونسيشن تبعهم. اكستنسر هاليكاس لونجس يا دكتور. أوكي. والله صعبه. طب ما هي مشان صعبه، انا ليش بخليكم تقراوا زي طلاب الصف الروضه؟ مشان تتعودوا، مشان تضلوش بس المسموع، مشان تنطقوا. بلال صباح شوي شوي. هيني شوي شوي. بلال صباح. أيوة. شكرا يا دكتور. لا لا عادي ولا فضايح، ليش بتضحكوا على حالكم شوي. بلال معنا؟ بلال معنا؟ معك. صح النوم يا بلال، عاد في امتحان كان ولا شو مقدمه؟ لا مش نايم دكتور، بس عيان. طب عيان سلامتك، خلص بديش اسالك. كريستين صباح الخير. صباح النور دكتور. شو النيرف اللي بيغذي الاكستنسور هاليسز لونجاست؟ ديب فيبيولر نيرف او ديب بيريتونيال نيرف، اللي هو نفسه يعني. Thank you very much. يسلموا. وديع الصافي، وديع خطيب، احكي لي شو الاكشن تبعها. طيب يا خريج الفرير، قصدي الفرنس. تالوكيولر، لا مربعات دورس فليكشن. طيب حكينا الاكستنشن اللي هي الاكستنشن. اكسلنت. طيب والسب تيلر جوينت شو بتعمل فيه؟ برونيشن وسوباينيشن. بتكون اكتف في البوث. طب ليش اكتف بالبوث برأيك؟ والله هدي الواضح انها نار. نعم. وديع خلص تكمل. ما فهمتش السؤال. لا ليش انا ما فهمت السؤال الجواب. الاكستنسر هالسز لونجس جاي بالوسط، وبالتالي الاي فيرجن والان فيرجن بيعتمدن على السب تيلر جوينت، مشان نلف القدم عندنا لجوه ولا برا. فحركه الاي فيرجن والان فيرجن لما انا هاي العضله بتكون في النص، فهي بتكون تشتغل مع الجهتين، يعني زي الجار اللي بيساعد جاره على اليمين وجاره على الشمال، ماشي الحال. فهي شغاله في التنتين، بس اهم وظيفه إلها انها بتعمل دورسيفليكشن للانكل واكستنشن للميتاتارسوفالنجيال والانترفالنجيال جوينت. طيب العضلة الرابعة، في أسامي كنا نشوفها دائما بطلنا نشوفها. فرات معنا؟ هيني دكتور، والله بستنى باسمي قاعد معك. طب شو العضلة هاي؟ الرابعة اللي هي الفايبرولاريس تيريتس. فيبيلاريس تورشوس أو بيرونيس تورشوس يعني. نور أطرش صباح الخير. صباح النور دكتور. شو الاكشن للفيبيلار ستورشوس؟ دورس فليكشن يعني اكستنشن. والسب تيلر شو بتعمل؟ انفيرجن. انفيرجن. اكسلنت اكسلنت ثانك يو. هلا هذه اللي عديتوهن الاربعه مسلز، هدول الاربعه هن عباره عن الانتيريور كومبارتمنت. اللاترال كومبارتمنت يا هديل محاريق، شو هن العضلتين؟ اكرين لنا اياهن. فايبرولاريس لونجس وفايبرولاريس بيرونيس. احكوا بدل فايبرولاريس اسهلكم. بيرونيس بريفيس. اكسلنت. سجا نصر الله. عيني يا دكتور. شو النيرف اللي بيغذيهن؟ الفيبرولاريس لونجس السوبرفيشال فيبيولار نيرف، وال ثانية السوبرفيشال فيبيولار نيرف. اكسلنت. ديما ابو نجمة، ديما معنا؟
ديما أبو نجمة، فاطمة عويسات موجودة دكتور. فاطمة احكي لي شو الانسيرشن تبع الفيبيولاريس لونجس؟ البلانتر سايد اوف ذا ميديال كيونيفورم والبيز اوف ذا فيرست ميتا تارسل تارسل. اوكي هلا هذه العضله مهمه كتير، طلعوا لي عليها. شايفين الفيبيولاريس لونجس او البرونيس لونجس جاي هون برا الرجل لاترالي، بتمر بوستيريور للاترال ماليولس للرمان البرانيه تبعت الرجل، وبتفوت تحت القدم. شايفين هذا كيف اللون صار فاهي؟ بتفوت تحت القدم وبتعمل انسيرشن لتحت، يعني كانها ماسك الفوت من تحت، ماسك الميديال كونيفورم وماسك البيس تبعت الفيرست ميتا تارسل. مشان هيك لما تشد هذه شو بتعمل للفوت؟ اي فيرجن، بتلف الفوت كلياتها لبرا، بتعمل اي فيرجن. ولانه الارك اوف موشن تبعها طويل بيكون عندنا الاي فيرجن قوي. وبالعاده اما انتم بكره تشتغلوا في العيادات كثير الاسنان تعتمدوا عليها، لما بتضغطوا بدكم تشغلوا الهاند بيس بيكون عندكم الفوت سويتش، بتضغطوا على الفوت بيس او الفوت سويتش بتلاقوا دائما انه بصير عندكم كثير بيرونيال تندينايتس، وبتجونا دائما بتشكوا من بيرونيال تندينايتس. او الناس اللي بيروحوا على حفلات كثير وبرقصوا كثير، مرات رجل الواحد بتفكح العضلة البيرونيس بريفيس بتمسك البيز تبعت الفيث ميتاتارسل وبتقطعها، غير عن الانكل سبرين بصير عنده فراكتشر بالبيز تبعت الفيث ميتاتارسل. كمان هذا كتير كومون عند الناس اللي بنسميها دانسر فراكتشر وبنشوفها كتير. نرجع نحكي على الفيبيولاريس لونجس او البيرونيس لونجس. هذه صورة الفوت من تحت كيف هي جاية بيهايند البوستيريور ماليلس، وكيف هي نازلة قاطعة كل الفوت وداخلة على الفيرست ميتاتارسل وعلى الميديال كيونيفورم. هلا بدنا نيجي نحكي على البوستيريور ليج مسل. حكينا الانتيريور وحكينا اللاترال وحكينا انهن دي برونيال نيرف. البوستيريور هي عباره عن بوستيريور كلياته، كل الليج ثاي ليج وحتى الفوت من ورا كله بغذيهن التيبيال نيرف. احفظوه زي الراديال، الراديال فوق مستر بوستيريور في الابر لمب، والتيبيال مستر بوستيريور باللور لمب. في عندنا اول شيء الترايسبس شوري. الترايسبس شوري هي عبارة عن gastrocnemius soleus complex، عضلتين كبار جايات مع بعض، وهدول العضلتين اللي جايات مع بعض بتحدن بيسوين لنا وتر كبير هون اسمه وتر أخيل أخيلس تندون. فعنا هي عبارة عن soleus و gastrocnemius. الgastrocnemius جاية من الديب بارت، من جزء منها من الفيبيولا وجزء منها من الابر تيبيا، والجاستروكنيميس جاي عندنا ميديال ولاترال هيد جايات من الفيمر. والعضله الثانيه الرفيعه الصغيره هاي عضله اسمها بلانتاريس. البلانتاريس هذا عضله زي سبير مخلوقه بالجسم، ما الهاش اكشن مهم، مرات حتى بنستعملها كجرافت، مرات كثير عند الرياضيين اللي بيكون له فتره ما لعبش رياضه بيجي بيلعب رياضه بلاك العضله لحالها صار فيها سبونتينيوس ربتشر وصوت نزيف بالرجل. سبيشالي الستات اللي بيكونوا بدهم يعملوا رجيم فجأة بلشوا يلعبوا، أو الزلم اللي بيصل عمر الثلاثينيات وبعدين ببلش يلعب رياضة أو بيكون له فترة منقطع وبيجي يلعب مباشرة بنلاقي رجله نفخت وحس إشي فقع فيها، بتكون هاي يوجوالي رابتشر بلانتاريس. هلا الترايسبس very important muscle، هي اللي بتعملنا بالعامية بنسميها بطة الرجل. حاضر يا لميس، انا بعيد وراح اخليكم تقراوه يعني، بس انه قاعد بحكي هيك شويه بوينتس اوتلاين يعني لميس مش اكثر. فالعضله هاي هي بطه الرجل بنسميها بالعاميه، وزي ما حكينا هي عباره عن gastrocnemius soleus complex. ليش سميناها ترايسبس شوري؟ لانه في ميديال هيد للبايسبس للجاستروكنيميوس، ولاترال عفوا هنا لاترال هيد وهنا ميديال هيد للجاستروكنيميوس، والسوليس كانها عامله تندون واحد، جزء منها جاي من الفيبيولا وجزء منها جاي من التيبيا، كلهم بتحدن مع بعض وبيعمل لنا وتر اخيل اللي بيعمل انسيرشن في الكالكينيال تيوبروسيتي. اذا متذكرين فيلم تروي طرواده، اذا حضر احد فيكم حضره، انه بيعتقدوا انه لما صار التعميد كانوا ماسكينه من رجله وغطسوه بالماء المقدس، وبالتالي هذا المنطقة اللي كان ممسوك فيها كانت هي نقطة ضعفه، ومشان هيك قدروا يقتلوه لما أجى السهم فيها. اللي فيكم بعرف القصة هيك يا لولس ولا لا الموضوع؟ مش حاضره ولو في حدا محضرش تروي؟
بس كيف بالمسيحية مش بيعمدوا الولد، بيمسكوه من رجله مثلا بيعمدوه، فهم بتوقعوا انه لما تعمد بالماء المقدس انمسك من عند وتر اخيل من هذه المنطقة، ماشي؟ فاخيل لما اجوا يقتلوه اجى السهم فيها، فهم بيعتقدوا انه كان المقتل تبعه. حلو، بس وانكم تحضروا يعني فيلم تروي من الاشياء يعني الجميلة، او تقرأوا قصته على الاقل يعني. هلا جميع البوستيريور بغذيها تيبيال نيرف، هذا طبعا مش كل العضلات اللي في البوستيريور، هذه السوبرفيشال بارت. وظيفتهم اذا بيعملين كونتراكتشر كان بسحبن الكالكينيوم لورا، وبالتالي الفوت شو بصير لها؟ فليكشن. فلاحظوا بيعمل بلانتر فليكشن او فليكشن. ليش سميناها بلانتر فليكشن عكس الدورس فليكشن؟ مشان ما نخربط فيهم. بالمقابل البلانتاريس نيجليجبل ما إلها دور بالشغل. هذا هو شكل العضلة كيف من وراء، وهذا كيف المحل الربتشر لما بصير عندنا أحيانا مرات من الأدوية، لما برضو بكرة بتصيروا دكاترة إن شاء الله وبتكتبوا للناس أدوية وبعلموكم الفارماكولوجي. في عائلة اسمك كوينيلونز، هذول الكوينيلونز من السايد إفكتس تبعهم إنه بيجي بترسب في هذا التندون وبعملين له ويكنس وبصير سبونتينيوس ربتشر مرات، يعني بيكون المريض ماشي ما بحس إلا إشي ضرب برجله، بفكر واحد ضربه شلوط، بعدين بيكتشف إنه هو قطع هذا الوتر. والحق على الكوينيلونز اللي انتم بتكونوا كتبتوا له اياهم. طبعا هذه بس معلومات عامه مش مطلوبه منكم للامتحانات. بننزل شويه نشوف الصور. هنا الجاستروكنيميس كيف الميديال هيد وكيف اللاترال هيد، وكيف هيك لما نشيلهم بيطلع عندنا عضله السوليس، وكيف عندنا هذه العضله الصغيره اللي حكينا اسمها بلانتاريس، وكيف هذا البلانتاريس بس من فوق عليها شويه فليش، عليها شويه لحم، وبعدين بتكمل از سمول تندر. نروح ديبر شويه اكثر ونيجي للعضلات الحقيقيه. العضلات اللي موجوده في الرجل هذول رقم 4 اللي شايفينه، هذا اللي شفناه فوق ماشي الحال، اللي كان موجود مع البوستيريور ثاي ماسلز. لو اعتبرتوه هنا او اعتبرتوه فوق ما راح تفرق، اللي هي البوبليتيس تندون زي ما حكينا موجوده انتر ارتيكولر، وهذه بتعمل انلوكينج للني لما يصير عندنا انترنال روتيشن، يعني هي زي كانها بتساعد الني ترجع محلها. الثلاث عضلات الثانيات المهمات جدا اللي كلهم بغذيهن التيبيال نيرف، اول عضله منهن اسمها تيبيالس بوستيريور، كيف فينا تيبيالس انتيريور. ثاني عضلة اسمها فليكسر ديجيتورم لونجس، وهذه سيمبل، هذه بتيجي كيف الاكستنسر ديجيتورم لونجس من الثاني للخامس. وفي عندنا رقم ثلاثة اللي هي الفليكسر هالوسز لونجس، وبرضه هاي سيمبل بس بتروح على البيك تو وبتعمل له فليكشن. اللي عليها حكي كتير واللي فيها كتير فن وعلم اللي هي رقم واحد اللي هي التيبيالس بوستيريور. التبيالس بوستيريور هذه very important muscle، اول شيء بنحبها في امتحانات كتير. هذه مسؤوله عن الميديال ارتش اوف ذا فوت، بتعمل سبورت للميديال ارتش، مش في قوسه عندنا في الرجل، اكثر جزء جاي من القوسه دعم من هذه العضله واللي بتخلي لنا القوسه كما هي بشكلها اللي احنا بنعرفه. والانسيرشن تبعها شويه يعني مور extended than you can expect، فهذه بتيجي تطلعوا إذا أنتم مش شايفين الصورة كتير واضحة، بس إلها أكتر من محل جاي فيه. فأول إشي بتيجي على navicular bone، بعدين بتدخل في عظمة الميديال والانترميديات واللاترال كونيفورمز، يعني هي أربع عظمات صارت، والبيز للسكند through the fourth metatarsals، يعني second و third و fourth كمان ثلاث عظمات، فكأنها ماسكة كل الفوت من تحت، فمشان هيك هي كأنها عاملة الارتش. ومرات في شيء بنسميه acquired flat foot اللي والدته بيشوفها بالأربعينات أو بالخمسينات، بتكون هي نورمال بس بتلاقي إنه صار عندها flat foot، صارت تلبس نمرة أكبر، صارت رجلها توجعها. usually بتكون عندها tibialis posterior insufficiency أو مشكلة في tibialis posterior muscle. نرجع نعيد، عندنا البوستيريور كومبارتمنت، في عندنا الجاستروكنيميس سوليس كومبلكس، الجاستروكنيميس إلها ميديال ولاترال هيد، السوليس إلها جزء من الفيبيولر جزء من التيبيال، الثلاثه مع بعض بتحدوا بيعطونا وتر اخيل اللي بيعمل انسيرشن في الكالكانيوم. وعضله ثانيه اسمها بلانتاريس تيجي برا إلها من اللاترال بارت تبع الديستال فيمر، مش كتير مهمه. بعدين في عندنا الثري ماسلز، هدول الثري ماسلز اللي هن الميجر ماسلز يوازين الاشياء في الانتيريور كومبارتمنت. العضله الاولى
اللي هي تبيالس بوستيريور زي الانتيريور، ولكن الانسيرشن تبعها وايد سبريد، بنزل باخذ معظم الفوت من تحت، معظم السمول بونز اوف ذا فوت اتاجد لها، وهذه العضله بتعمل لنا الميديال ارتش، بتعمل لنا سبورت للميديال ارتش. وفي عندنا العضله الفليكسر هالوسز لونجس توازي الاكستنسور هالوسز لونجس، وفي عندنا عضله الفليكسر ديجيتورم لونجس اللي هي توازي الاكستنسور ديجيتورم لونجس، وكلهم بغذيهن التيبيال نيرف. طيب نسألكم هلأ إحنا دورنا للأسئلة. سلسبيل صباح الخير. صباح النور دكتور. كيف أمورك؟ كل شيء تمام؟ الحمد لله تمام. استوعبت إيش من البوستيريور ليج ماسلز؟ تقريبا الأسماء يعني، أما الإنسيرشن والأوريجن. احكي لي اسم منهن. أحكيهم الأربعة؟ واحدة. التبيالس بوستيريور. Thank you. سلمى احكي لنا الثانية. دكتور معك. شو كان السؤال؟ إنه شو البوستيريور الأسامي تعدتها؟ طيب عديها. أربعة؟ واحدة منهن، ما قلنا لك بس كمان واحدة. استنى شوي أتذكر. من قدامك شو تتذكري؟ دكتور الإشي صعب. حنين محسن صباح الخير. صباح الفل. عدي لنا العضلات. التيبيال بوستيريور والتيبيالس بوستيريور والفليكسور دايجستروم ديجيتورم لينجس ديجيتورم لينجس والفليكسور هالوسيز لونجس. ليان صباح الخير. صباح الخير دكتور. شو يعني هالوسيز باللاتيني؟ شو معناه بالعربي؟ طب هذه الصندوقة ساعديها. نعم دكتور. هالوسيز باللاتيني شو معناه؟ مش عرفته. كريستين عنو اللي حكى البكتور؟ أنا تولين. مين؟ تولين. قد عاية تولين. طب هي بيطلع منك يا تولين، بتكون مركزة كتير مرات. خلاص كريستين تولين ريحتك. ما هو في الأول المحاضرة كنت طالعة من الامتحان، عشان هيك يعني كنت بدي أرجع. شكلك مش جايب علامة كاملة، شكلك مشان هيك زعلانة. داري يلا خير. صح ليش نزلنا علاماتنا؟ أنت جايبة 15 من 30، شو كمان بدك؟ دكتور طب ليه دكتور؟ بنزح. سلمى أنت سلمى 12. يا الله يلا منيح. اي واحد بيسال عن علامته هلا باخذ تحت العشرة بجوز، ديروا بالكم. بمزح بمزح. شو معناها في العربي؟ الاسم عليك يا زلمه. البوليسز مش قلت لكم مره تذكروها؟ البوليس اللي هو الثمب، البوليسز والهلوسز اللي هو البيكتو. يعني خلص ما انت اذا بتحفظ انه فليكسور هلوسز واكستنسور هلوسز مفهوم انه الاصبع الكبير. هذا اذا ما عرفتش انه هلوسز معناها الاصبع الكبير بتضل تخربط فيها. هاي الفكره. دكتور سلمى هلا كيف مثلا ممكن يجي عليها سؤال؟ بيجي أسئلة يعني هيك مثلا بتحط لنا ثلاثة واحدة مثلا مش ضمنهم وهيك مثلا انه شو الصح شو الخطأ. الفكرة انه ممكن نجيب مثلا نجيب انه all of the following muscles are part of the posterior compartment of the leg except احط لكم التبيالس posterior الفليكسور ديجيتورم لونجس والاكستنسور هالوسز لونجس. فأنت بتعرف الأول الإكستنسور هاي أنتيريور جاية بالتالي غلط. لا يعني هيك الأمور بتكون تمام. يسلم. أوكي حدا حاب يسأل إشي؟ لا يا دكتور. طيب ماشي الحال، يعطيكم العافية لليوم، نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. احنا يعني في نهايه الفصل باعتبار ما ضلش كتير عليكم، فان شاء الله الامور بتكون منيحه. كمان شوي بنزل برنامج الفاينل. اي حدا حابب يسال، حابب يستفسر، حابين تسوي محاضره مراجعه قبل الفاينل، اكيد لازم نعمل لكم شيء اوف ذا ريكورد بس اللي عشو تركزوا وشو تدرسوا من الحكي. يعطيكم الف عافيه ونهاركم سعيد يا رب. يعطيك العافيه دكتور. دكتور جد نزل لنا العلامات نشوفهم. العلامات في ناس لسه ما أبو حضروا.
طب دكتور افتح لنا اياهم على الاكلاس يعني بنزلهم بس على الاكلاس نشوف انزلهم بلا تعديل دكتور يعني. زدت حدا لسه ولا ما زدت زيد اللي بحضروا كنت بدي ازيد الكل اشي عشوائي بس اكتشفت انه في ناس ما حضروش بالمره ما استاهلوش الزياده طب دكتور افتحنا اياهم افتحهم هلا خليه يزيد بعد ما يزيد بتنزل طب لا بنفتحهم هو بيزيد عليهم لحاله لما نشوف بيزيد بعد بيزيد على البورتال مش فاهم كيف بزيد على البورتال يعني دكتور قصدهم انك تنزل الملف بي دي اف على الاي كلاس يعني علاماتنا مع ارقامنا الجامعيه لا بس ما هو لا الكل بصير يرى فلامه الكل ما بدي هيك لا ما هو الرقم الجامعي بدون الاسم الرقم الجامعي شو بعرفنا ايش رقم كل واحد انت بتعرفيش البعض بيعرف